نرجو من السادة المستمعين البرنامج نهج التريبينال على EFM واللي نفوسهم رهيفة أن البرنامج يمكن يتضمن وصف الوقائع صادمة بالنسبة لهم، ونزيد نوصيهم أثناء الاستماع البرنامج نهج التريبينال على EFM ما يكونوش مصحوبين بالأطفال متاعهم. نهج التريبينال على EFM. قضية اليوم صارت عام 2014 في تونس في حي شعبي موجود في المدخل الغربي للعاصمة. بطل القضية هذه منور شهيرة ولد الهجالة اللي عملوا حاجة مش توقف المخبرك رواشك لبدن الكل توقفها، وباش تخليكم تتسائلوا على أدمية بعض الناس اللي يعيشوا معاكم كل يوم بطبيعة الحال وما يجيش البالكم أنهم على درجة مروعة من الوحشية وخرجوا على كل ما يربطهم بالبشر. يكفي أنها تتحلهم الفرصة باش يفتقوا المواهب متاعهم الإجرامية. وفي قضية اليوم ثم جانب آخر باش يساهم في بشاعة الجريمة اللي وقع اقترافها في حق نفس بشرية. منور ولد الهجالة في الزوز معاني كما يقولوا بالفقه، الأصلي والمجازي. أمه تهجلت وهي صغيرة وكسبتها هو فرض كعيبة، لكن سي منور هذا ملقوط جرثومة وبلا متسلط على خلق ربي، معناها استحق الشهيرة متاعه عن جدار. يا رب القسم على ربي هو قاعد حبت هي تخدم. منور ما يخدمش وعمره ما خدم، من اللي خرج من المكتب من السنة الرابعة أساسي أقعد يفسر في الحوم ويخيط في الزناقي، لا خدمة لا قدمة، إزبنطوط لا شاشية لا كابوت، وبالطبيعة ما عنده كان الانحراف. سي منور هذا ما فات المراهقة بشوية إلا ما ولى من جهابذة الانحراف، يسكر قد اشترت برنا، يزط المرتين أكثر من الشبيبة نتاع سكان بيبان تونس الكل بما فيهم باب جديد وراس الدرب وسيدي منصور. والسيد هذا ما يرقد إلا ما تبدأ في كرش وقية ومياه من حبوب الهلوسة اللي تدور في البلاد. منور محور القضية متاعنا ملي صغير وهو متمرس على كل حاجة تخدر والذهب العقل، يكلفر بأنواع الكول الكل من اللصق متاع ولاد المكتب للصق متاع الملاخ. وصل عمل الكسكروتات بالسيراج اللي شيطوا به صبابت، احرق الشمبرارات متاع عجالي الكراهب وعجالي البسكلاتات، حطهم في تيوس متاع طماطم وشم الدخان متاعهم، بيت لكلاسة الناثنين جمعة في الماء وشم ريحتهم، وكانت كل كرهبة ولا كميونة تجي خارجة في الحومة يمشي يتسلوس ويحط خشمه في اللي شاكمه متاعها ويشفط الضربة الأولى متاع دخان الموتور باش المخ متاعه يعمل ديماراج. منور كان مدمن على كل شيء، لو كان يقولوا له الحيوط تزطل ينحي لقشة من ليقة يفتلها ويتكيفها، والإدمان متاعه عمل منه منحرف خطير برشا وعنيف لدرجة كبيرة. منور في عمر 14 سنة شد واحد فشخ وتفشيخ وزاد دخل لدارهم وخرج له بسكينة وشعره لقط، لو كان الآخر ما تمرش منه مشى يجري طول اللمفير مدي. منور بعد العملة هذه ما شدش عام في الإصلاحية، أمه بكات بكات وشكات حتى لين خرجت. عام من بعد سي منور كيف كيف اتعارك هو وجماعة وجاب لهم ساتو حب يضرب به واحد على راسه، الاخر بزهره ما جاتش فيه، اما جاته في العظمة متاع كتفه اتقسمت في اثنين. والسيد من نهارتها الى يوم الناس هذا ولا يمشي كالبطريق البانجوان.
على العملة هذه سي منور ولد الهجالة ضرب عويمين أسلاح، ووقت اللي خرج ما شعفش المشاكل متاعه وقعدت متواصلة، وحتى للفترة اللي صارت فيها أطوار القضية هذه شد زوز ربطيات وكالعادة على العنف الشديد واستعمال السلاح الأبيض، هذا بخلاف المرات اللي اعتدى فيهم على الناس بالعنف الشديد وهما أسقطوا دعواهم وسامحوه. بطبيعة الحال خايفين من البطش متاعه مش عنتي بتخاطر. النجم نقولوا أنه هذه هي الصورة الإجمالية الولد الهجالة، وأمه في هذا الكل تعاني في معانية زرقة وصفرة وقريء وتجبد فيه كما يقولوا أخضر وزرنيزي ونور عشية. جيرانها وصلوا كرهوها على السفاح اللي جابته، وهي المسكينة ما عاد عندها لا وجه ولا خفاء مع الناس، النهار وما طول نهار وهي في جرته في الشوارع وفي المراكز تفك فيهم الدعازق، وهو لا رحمها لا رعاها، خلاها في الميزيريا للعنكوش. شكون اللي باش يعاونها في جرته؟ هو اكثر شي من اخواتها رخاو فيها العين، لا يحبوها تجيهم ولا تدور بصحتهم، واللي تصوروا المسكينه من خدمه الديار يدور عليهم هو ما يخلي لهاش من ليم، وساعات حتى عشاء ليله ما تخلطش عليه. ما يقولوا الهم يجيب الهم. انهار سي منور ولد الهجالة هذا قاعد في القهوة يلعب بكراسحه ويخمم كيفاش يدبر جونتا ولا حريبشة هكاكة، ويسمع في حديث في الطاولة اللي بجنبه، رجال كبار متاع الحومة يحكيوا على الكنوس وما أدراك من الكنوس. واحد منهم شيفور متاع الواش جبد على عزام مروكي اركب معاه، قال اللي سيد المروكي هذا ماشي لشيرة سبيتلة باش يربش على كنس، وباش يلقاه يلزمه قربان ومش اللي جي، يلزم يكون بسنين حليب وعنده خص زين، وهذا كاش يلزم باش بدمه يفك الأقفال اللي حطوها جنون على الكنز ويطلعوه. المنور ارمى وذنه للحديث وقعد يتصنت يسمع، وهو بطبيعته ماهوش ناقص أصوات يسمع فيهم مشراب وزطالي وحبوب الهلوسة. الشيفور اللواج تحل في الحديث وباقي يحكي، وواحد كان يخدم في البوسطة متقاعد قالوا شنو تو كيفاش العزام هذا حكى لك حكايه كمن هذه باش يعمل جريمه ويقتل طفل صغير ويحل بيه كنز وانت تتصنت وما جاش البال وانك تنجم تصب بيه، وكي يخلط لسبيتله يلقى الطامة والعامة تستنى فيه. الشيفور قالوا تستنى وجاك الحديث، ما هو كي خلطنا للمحطه العباد الكل هبطوا، وهو بما انه قاعد بجنبي خلصني اخر واحد. قالوا انا طبست على الحكه باش نفركس على الصرف ونعطيه باقيه، هزيت راسي ما لقيتوش، ولات في بلاصته مراه شخطوره تقول للشمس ازرق ولا خليني نزرق، هي اللي خدات الباقي، اتبسمت لي وقالت لي ربي عينك وهبطت. قالوا لهم انا وقتها بكمت جمله. اي والعزام وين مشى؟ قالوا له اما عزام نتاعكم. قال لهم يا اخي ما فهمتوش اللي الحكايه فيها جنيه. الحديث هذا باش يعاودوا منور في المحاضر متاع الشرطة بطبيعة الحال بعد العملة الشنيعة اللي عملها واللي باش نحكيوها لكم من بعد. ومن غير ما نطولوا عليكم، حكاية الكنوز هذه ركبت في مخ منور ولقات ثنية، هو نهارتها خلى الحظبة تفرقت، ومن غدوة صبح في القهوة عينيه مبجين بالنوم وريحته مازالت بسبيريتو اللي شربوا مع خلطة جازوس، قاعد يستنى في عمارة الشيفور متاع اللواش حتى لين جاء الاخر دخل القهوة وهو تمطاه. قال له احكي لي شوية على الكنوس. أعمار اللواجيست من منطلق خوف أكثر منه ما خفت خاطر، بدأ يحكي لمنور على عالم الكنوس وكيفاش العباد جبدة اللويز وسبايك الذهب والدولارات والهرو والليرة من الأثار ومن الديار المردومة تحت الأرض، وحكاله زادة على الكتابة والعزامة اللي يجيو من التساير ومن المغرب وحتى من بر الترك ومعطينهم في فكان الرموز وحلان الأسرار. وحكاله زادة على الكشافة، مش اللي تعرفوها الكشافة هذم، يعني اللي يكشفوا الشي المخبي بعد ما يتحاوروا مع الجنون ويقولوا له مشنو يلزمهم يعملوا، وكل كنز ينادي لصغير يتقدم قربان باش كل شي يبان. لهنا يلزمكم تفهموا أن ظاهرة الكنوز هذه مستفحلة من بكري، أما زادت قوات مع بداية سنوات الألفين
وقت اللي ناس في السلطة بيدا ولاو ينقبوا على الكنوز وما خلاوش معلم أثري ما حفروش وما خلاوش متحف ما سلبوش باش يلقاو ثنية الكنوز. وفي الاخر دوروها تعزيم وخطفان وليدات صغار معينين باش يحلوا بهم كنوز. وفي الحلقات الجاية طبعا نحكيو لكم حكاية وليد منتصر اللي مرأة نافذة في البلاد خطفته عام 2010 باش تحل به كنز. لكن من بعد كي شاتت الحكاية وعائلته ردتها قضية وطنية اتلزت باش تسيبه. الحسن نسكروا القوس هذا ونرجعوا لمنور ولد الهجانة. سي منور مع الزتلة والحرابش والشراب ولا مدمن على حكاية الكنوز والجنون بل عمل العقال وما عادش يعمل مشاكل. هو مستانس ما يدور النهار إلا ما يعمل فصيل، يبدأ عريان وسيف في يده وهو يسب ويقشتل ويتحلف في خلق ربي. المدة الأخرى ولا لابد بحذا الجماعة اللي ما يحكيه كان عجان، وبدأ يثقف ويفهم في الأمور متاعهم. هو يسأل وهو ما يفسروا له، فهموه إيش معناها واحد مستملكه جن ولا جنية، وتعلم برشا حديث يعملوه العزامة باش يدخلوا العالم الجنون ويطلبوا الأمان، واللي باركوله جنون ويعطيوه الجنب يولي يعمل اللي يحب، يستغنى في جرتهم وتتحل في وجهه بيبان العروش الكل. لهنا وفي القضية هذه سي منور خليقة ولا مش خليقة يقعد خسيس عقل، معناها فقير في مخه. ومن حديث القهاوي سي منور ولا رامي روحه على الزوي، معناها علول يا والصالحين. يمشي غادي يلقى شيخيتي كبش فيه في عالم الجنون وفماش ما تستملك به جنية وتقول له حبيك لبيك واللي يطلب يجيه. علاش مش نهار القى واحد شيوبة قدم في البر وساقه نصف القبر. الشيوبة ذاك كسار ذنايب أعطاه وصفة اللي هي على الجنون، قالوا اللي هو كان ماخذ جنية مستملكته كي ماتت خذا أختها، هو راه كيفاش يناجي الجنيات باش يجيوه، وقالوا إذا تامنوك راهم يعاشروك. قال عندي معاك كلام، بعثوني لك الخدام مرجان وسمسم وتهام، وقالوا لي عندك مالية من ثم ركبني التخمام، قلت العالي نعم عليا. سي منور قعد يمشي ويجي على كالشيوبة حتى لين فهم كيفاش يعمل، وبطبيعة الحال سمع من عنده حكايات أخرين على الحلان متاع الكنوس، ولهنا القراية هذه مخه سجلها. النهار اطلع للجبانة وهز معاه سردوك أكحل، خبزة عربي بايت عندها نهارين، سبع شمعات وفتيلة بالزيت. جاء ما بين زوز قبورات كما قالوا الشايب، قبر أنثى وقبر متاع ذكر. الساعة هزوز قبورات متاع أنثى وذكر ما لقاهم إلا مخيط الجبانة الكل، وهو كل شاهد متاع قبر يهجيه. الحاصل ما لقاهم إلا من بتلو الشعر في الهاتو وقريب يتسبل. على خاطر الشرط هذا اللي قاله له الشايب هام برشا، يلزمهم زادة يكونوا الزوز أقل من 50 سنة وقت اللي ماتوا. الحاصل اقعد على ركيبه ما بين الزوز قبورات، والحركة لا كان النفس طالع هابط حتى لين طاح الليل. أعمل كما قالوا الشايب بالضبط. الليل طاح منا وسي منور حتى السردوك فوق راسه ونحره، وكان الدم متاع السردوك هبطله على جبينه ووجهه حتى لين خلط للخبزة اللي ما بين سقيه. الشايب قالوا هذاك هو العشاء متاع الجنية. عمل سي منور المرحلة هذه اللي عملها وكأنه خذا الأستاذية. عشب قالوا الدكتورة يزمو يحط الفتيلة فوق الخبزة يشعلها ويدور بها الشمع ويشعلهم وما زادها، ويبدأ وقتها يقرأ في سورة ياسين أما بالمقلوب، معيش سهلة الحكاية. الحسن سي منور سورة ياسين ما نجمش يحفظها، جابها مكتوبة بالمقلوب وهجاها كما نجم. الليل كامل عداه فيك جبانة حتى لوجوه الصباح، وسي منور متأكد أنه ليلتها الجنية مكنته واللي عنده ما عند حد. على فكرة يزمكم تفهموا أنه اللي تسمعوا فيه توا هو اللي عمله منور وحكاه بالباء والتاء في المحاضرة متاع الشرطة، وتو تفهموا علاش.
حكاية الجنون والكنوز وقت اللي نزيدوهم مكتب مزطاطل والمهلوسات يوليو يجدوا على مولاهم، وهذاك هو اللي صار لمنور ولد الهجلة. السيد ولا أكثر من المتأكد أنه الجنية فيه ولبسته وما عادش باش تفارقوا بالكل، ومش هكاك برك، ولا يسمع فيها وتسمع، يكلمها وتجاوبه، يسررها وتساره. ومن هوني منور دخل في دوامة أخرى وبداو التخيلات يكثروا عليه. هاليوسيناسيون. الحديث متاعنا في القضية هذه يعتمد بالأساس على اللي جاء في المحاضر واللي تقال من بعد في المحكمة على لسان المحامين، والحلقة اللي شبه مفقودة كما باش تشوفوا في الحكاية هي الدوافع متاع منور في الشيء اللي باش تسمعوه. سهل ياسر باش يقول أنه جنون هما اللي استملكوا بيه وخرجوه من عقله وعمل اللي عملوا، وسهل ياسر أنه الدفاع يستميت في استنباط أعذار باش يطلع الموكل متاعه مهبول وفاقد المدارك العقلية. ملخص الحديث اللي باش يعملوا منور باش يظهر لكم ما عنده حتى تفسير مقنع، والدوافع باش تبقى ضبابية. لكن علاش نشوقوا فيكم أكثر من لازم؟ خلينا نبدأوا الأمور من مبادئها. منور صاحب واحد اسمه حسام، ولاو ملازمين بعضهم ويعملوا في كعيبات وجونتات ويتقاسموا في الحكايات متاع الجنون والكنوز. وحسام هذا كان جليس أكثر منه صاحب المنور، وإذا نعرفوا أنه منور ما كانش عنده صحاب وولاد الحومة يتجنبوه نفهموا علاش اختار السيد هذا، لأنه ما هوش ولد حومة وربما ما يعرفوش على حقيقته. نهار أم منور مشات بحذا واحد من الأقارب متاعها، هو وقتها جاب حسام معاه ضيف للدار، شراو مكتب من المسكيرات وقعدوا يهروا في وسط الدار، كاس يمشي كاس يجي، حربوشة تمشي حربوشة تجي، شمة من هنا شمة من غادي، وبطبيعة الحال بومزي ودي شارقع باش يحليوا الجو. هذا هو التحوبي، هو الكنز تتحلك في منور. لهنا ما ثم كان الأقوال متاع منور اللي موجودة في المحاضر واللي ما ذكر فيها حتى شيء من الدوافع متاعو. عطيه بونيا كما يلزم بركوزة. قال أنه من غير ما يشعر دار وخشم حسام بونيا ما يتذكرش السبب متاعها علاش، لأنه كان تحت تأثير الحرامش. يتذكر أنه متعارك وقعدوا يتفارعوا في وسط الدار، وهو بحكم أنه مساختي ومستانس بالعرك غلبه وزيد كمل عليه بالدبوسة. اخذاش قفة متاع شراب وبدأ يضرب فيها على راسه حتى فلقوله في اثنين، من بعد تخلى عليه بالبونية فشخ فشخ البونية واختها، بالعمل الجلدة متاع وجهه اتسرخت من قوة الضرب. وقتها كركلوا البلاصة بعيدة على الباب متاع الدخول، خليها يفغم وقلت متاع دم تحته ومشي جاب سكينة. بطبيعة الحال الأصوات متاع الجنون تشجع فيه، الحسن بدأ يدغر فيه من البلايص الكل حتى تأكد أنه ما عاش يتنفس. وقتها السجد مقابله وبدأ يعاود الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وقام وبدأ يدور يطوف به ويقول سبحان الله سبحان الله. من بعد نحى صباته وحط سقيف الدم متاع الضحية متاعه ورجع يدور به ويطوف به ويقول سبحان الله سبحان الله الله أكبر. هذا اللي حكاها منور واللي خلى المحقين مستغربين، لأنه المسألة تتلخص في جريمة قتل ولو أنه دوافعها تبقى غامضة. لكن منور أعطاها أبعاد أخرى، ردها طقس من طقوس استخراج الكنوز بإعاز مجنون، وهذا هو المسار اللي مشات فيه القضية، واللي قالوا بطبيعة الحال يدخل تحت خانة المعتقدات والماورائيات. اعترافاته أحكاها على الجنية وكيفاش سرته على كنز موجود تحت الدار في سابع بير
واللي يلزم يسيل الدم متاع ليف باش الارض تولي كلب اللارا ويبان كل ما هو تحتها حتى لسبع غلاف. هذا حديث كبير حتى واحد ما يعرف منين طلع بيه سي منور. سي منور من وقتها بدا يخمم منين باش يجيب هالضيف اللي دمه باش يرد الارض كلب اللارا. قال للجنية حكيت له على الطقوس اللي يلزم يعملهم من قراية سورة ياسين بالمقلوب إلى آخره، وهو بما أنه عقوبة الله حل المصحف ما لقاهاش. بدأ يتمتم كيما جات وقال للجنية باش تعاملوا عليها. الضرب ما زال كما يقولوا. هكا الجنية قاعدة تتوتوت له في وذنه، هذا حديث منور، وبدأ صوتها يخشان حتى ولا صوت راجل، معناها صوت متاع جن. سيل الدم سيل الدم، لو يمشي عليك الهم، قص من الوريد للوريد، عدي حياتك بكل عيد. الضيف عمره بالفرد ماهوش بالزوز، وهذاك علاش باش تتحلك الكنوز. الحاصل منور ولد الهجالة ما فاق بروحه كان بسكينة شق بها كرش حسين وجبدلو مصارن وفرتهم بجنب الجثة، واخذ الكبدة وكما قالوا الجن خوذ الكبدة متاعه وامزح بها على الارض باش يبالك السابع غلاف، ورد بالك تخاف وقت يظلك الرمز ويتحلك الكنز. المحقين من اللي سمعوه من منور ما همش مصدقين، يا هل ترى الشخص اللي قدامهم ممسوس في عقله وإلا يدروش؟ والسؤال اللي يبقى مطروح، علاش قتل حسام؟ يا لندرى تأثير المخدرات وخاصة حبوب الهلوسة هو اللي لعب دور في الحكاية هذه، وإلا ثم حكاية أخرى منور متسطر عليها ومحبش يحكيها؟ الاحتمال الآخر أنه حكاية الجنون هي اللي ذهبت له عقله وشيرته وخلاته يتصرف بالطريقة هذه. لكن خلينا نكملوا لكم أطوار القضية. سي منور وذنه محلولة للكلام وللتوتويت اللي يسمع فيه من عند الجنود. هز الجثة دورها للقبلة، هو بطبيعته ما كانش يعرفها منين جات أصلا. حطها كما جات وبدأ يصلي. الجن قالوا صلي بالمقلوب صلي بالمقلوب. ومنور بطبيعته عمره ما صلى وما يعرف قبلة من ظهر، إسلاته مقلوبة خليقة. كملش الصلاة اطلق السلام على اليمين وعلى اليسار، صحة أنست هذه في عوذ السلام عليكم ملائكة الرحمن. بعد هذا سي منور مشى شعل كانون وقعد يستنى فيه حتى لينزهمر. افرد في دبش امه يلقى شطرف بخور، القاه قاع بخور متاع حج. طيشوا في هاك الكانون وبدا يعاود في الكلام اللي يقولوا فيه الجن، كلام ماهوش مفهوم لا راس لا ساس، لغه جنون ما يفهمها كان منور وامثال. سي منور ملهوف على الكنز اسال الجن وين الكنز. الحاصل الجن جاوبوا اعطيني لمان قويتيها الليل والكنز يظهر ويبان، تظهر لجر لويس وجرمت يمن فيها مئات قفيس، كلها مليانة تنسيك في الهم ويشة الهانة، تعيش في قصر وترقد على حرير انت وولادك وولاد أولادك. الحسن طاح الليل والكنز ما بانش، وسي منور قاعد على كالحالة مقابل الباب، هو هكاكة والباب تحل وبانت أمه المسكينة كانت بحدة قريبتها. هي شافت كالحالة اللي عليها ولدها وكوسط الدار اللي بكله دم، وزيدك الجثة والمصارة المفرتة، وولدها عينيه زعزة ويجلجل في كلام الكنوز. المسكينة قامت تصيح وفزعت الجيران بتبيعة الحال اللي عنه شرطة. المنور قاعد في وسط الدار حركة لا كان نفس طالع هبط تقولش عليه بوذا، حتى لين جاوا الأعوان بتاع الأمن وهزوه. التفاصيل اللي سمعتوها في أغلبها اتقالت على لسان المجرم،
ونهارة المحاكمة متاعه المحامي حب يستغل هالحكاية هذوما متاع الجنون والكنوز باش يظهر أنه الموكل متاعه ما كانش في كامل مداركه العقلية. ومش هذا برك، المحامي حب يقنع القضاة والحاضرين أنه الجنون موجودين وعندهم تأثير كبير على البشر، وانسى روحه ودخل في مرافعة طولها طولين وعرضة عرضين. وهذا الكل باش يذكر أمثلة متاع قضايا اللي الجنون عندهم طرف فيها. المرافعة هذه لم تجدي نفعا، لأن البشاعة متاع اللي عملوا منور اتجاوزت الحكايات والكنوز والجنون، والأخصائي النفساني اللي عد عليه قال أنه منور سليم المدارك العقلية وما عنده حتى اختلال، هو فقط مدمن على بعض أنواع المخدرات والمسكنات، والمحكمة ما تنجمش تعتبرهم ظروف تخفيف. منور تحكم بالأعدام في 2016 والحكم تأيد في الاستئناف، ونقطة الاستفهام قعدت هي علاش منور اقتل الراجل بالوحشية هذيك؟ اللي يلقى الإجابة للسؤال هذا ينجم يلقى كنز. اللي فاتته حلقة اليوم ولا غيرها من اللي سبقوا ينجم يسمحها عشان يوتيوب متاع إيفام. ما تنساوش باش تحطوا جاماتكم وجادوراتكم على الحلقات اللي تسمعوهم. جاماتكم هي جمع جام، جادوراتكم هي جمع جادور. ولهنا ما بقى كان باش نقولوا لكم إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج نهج التريبيونال، وتسمعها كالعادة يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على إيفام أحلى راديو. نهج التريبيونال، قضية اليوم نص عماد بن حميدة على إيفام.